بالفخور اتحفنا بالفنان الممتع الرائع استاذ محمد اشرفي بقطعه هذه جميله تاتي من الفن الجميل من يديه الاستاذ محمد عبد الوهاب واهواك للفنان الكبير عبد الحليم حافظ. تحيه كبيره لهذا الممتع الجميل الرائع والممتع. وسننفت ونستمع ونصغي لأنامه الجميلة التي ستدوزن على العود ببرعته الجميلة أيضا. سيدتي وسادتي، مرحبا بكم في هذا اللقاء، في هذه الأمسية الشعرية الجميلة، هذه القاعة التي ستضيء وتشع بأشعار جميلة بشعراء كبار يحضرون معنا في هذه الأمسية الجميلة التي ينظمها المنتدى المغربي للإبداع والتواصل بتنسيق مع اللقب المهني المغربي لمبدع الأغنية والمنتدى المغربي للإبداع والتواصل برئاسة الأستاذ عبد المجيد سواح. سيشارك معنا في هذه الأمسية الأستاذة سعاد زكي، الدكتورة سعاد زكي الشاعرة الكبيرة أيضا، الأستاذة فاطمة العويدي الشاعرة المتميزة سجلا وشعرا، الأستاذة خديجة مشكرو الشاعر الكبير متنبي المغرب، الأستاذ رشيد ياقوتي فارس القصيدة السجلية بدون منازع، الأستاذ عبد المجيد سوان الشاعر المتألق الذي يخوض بآرائه ويبحر في ثنايا القصيدة، الأستاذ مصطفى العبيدي. تحية خاصة وجميلة أيضا لأستاذنا الأستاذ محمد خليف. تحية أيضا للأديب المتميز سعد الكريم القشوري الذي يشرفنا. الملحن الجميل وكاتب الكلمات الأستاذ شوقي البقالي. خطاطنا الجميل والفنان الشامل الأستاذ رشيد سامي. الإعلامي الكبير المتألق صاحب البرنامج الجميل والرائع الأستاذ محمد مستعيد. الزمعوي الجميل الأستاذ أمين بلحاج. الموثق الرائع سعد الكريم الكبير نافوري. الأستاذة مريم، الأستاذة وفاء السبائي، الأستاذة تونية الناجي، الأستاذ الإعلامي الكبير الأستاذ عبد اللطيف وعياد ونجده. وأيضا سأحيي مجموعة من الفعاليات بعد أن أقرأ عليكم رسالة الأستاذ توفيق عمور الذي نسق مع الزميل والصديق والشاعر الكبير عبد المجيد سوان هذه الأمسية الجميلة باسم المنتدى المغربي للإبداع والنقابة المهنية المغربية لمبدعي الأغنية. السلام عليكم، هذه رسالة الأستاذ توفيق عمور، إخواني السيدات الشاعرات وإخواني السادة الشعراء، الحضور الكريم الذي شرفنا بحضوره البهي أخي وصديقي الشاعر الأستاذ عبد المجيد الزوار رئيس المنتدى المغربي للإبداع والتواصل بالرباط. أود في البداية أن أبارك لكم هذه اللمة الجميلة في هذه العشر الأواخر من هذا الشهر الفضيل. كما يؤسفني جدا أن أقدم اعتذاري لكم جميعا عن عدم حضوري في هذا اللقاء الرمضاني الجميل والذي كنت أتمنى من كل قلبي أن أكون فيه بينكم للاستمتاع بوجوهكم المشرقة والاستمتاع أيضا بقصائدكم وأشعاركم الجميلة ومشاركتكم بقراءات لمختارات من كتابات شعرية وسجلية. عذري في ذلك كوني أتواجد في هذه اللحظة بالضبط على المباشر على أمواج الإذاعة الوطنية لمناقشة موضوع هام يتعلق بيومياتنا وحقوقنا جميعا ألا وهو موضوع حقوق التأليف والحقوق المجاورة. هل
هذا الموضوع الذي كان لنقابتنا كما في علم بعضكم تاريخ طويل للنضال من أجله. طبعاً وبعيداً عن أي مجاملات، فإن قناعتي تامة بأن هذا اللقاء الذي جمع هذه الباقة المختارة بدقة من الشعراء والزجالين سيكون بالتأكيد غنياً وناجحاً بمواده وبقراءاته وفقراته الفنية، وبأنه سيشكل محطة أولى تتلوها بإذن الله محطات أخرى تجمعنا وتدشن مراحل أخرى ومتقدمة في مسلسل التعاون المشترك بين نقابتنا الفنية والمنتدى المغربي للإبداع والتواصل بالرباط. ونعلن في هذا الصدد ومن هذا المنبر مواصلة استعدادنا الفعلي والدائم للتعاون مع كل الفنانين والمبدعين ومع كل الفعاليات المجتمع المدني النشيط خدمة للأدب والفنون بمختلف تجلياتها. الشكر للحضور الكريم ولأخي وصديقي وعضو مكتب نقابتنا الإذاعي والإعلامي محمد نجيب الذي يمثل نقابتنا في هذا المحفل الشعري والأدبي الرمضاني. متمنياتي لكم جميعا بمزيد من التوفيق والنجاح وبمزيد من الخلق والإبداع، وجعل الله هذه الأيام المتبقية من هذا الشهر الفضيل وليلة القدر المباركة فاتحة خير ويوم وبركات عليكم وعلى بلادنا وشعبها وعلى أمة المسلمين جمعاء. والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. كان النقابة المهنية المغربية للنقابة الأغنية، والآن إلى نقابة رئيس المنتدى المغربي للإبداع والتواصل الشاعر الجميل الأستاذ عبد المجيد سوان. كلمة ديالك تقريبية. السلام عليكم، مساء الخير، رمضان مبارك. فعلا عمر وخلى لي بنقول غير ما نذكركم بان منذ تاسيسه المنتدى تينظم كل 10 اواخر من شهر رمضان واحد ليله عن القصيده الزجاليه المغربيه الاصيله، الا ان هذه السنه فتحنا على الشعر المعرب في شخص الاستاذ ياقوتي الذي انسحب لظروف خاصه، والاستاذه شاعره العشق خديجه الشقرون الذي الليله تتحمل لنا مسؤوليه الشعر المعرب امام فطاحنا الزجل. مرحبا بك. وترحب بالسيد ايوب ديالنا سي محمد خالد جميع الاخوان. تحيه الى الدكتور والاديب الكبير عبد الرحمن بنونه. بغيت نحيي الاخ اسماعيل بوران اللي هو بفضل ديالو القاعه كديره لنا والمخرج ديالها. هذا الشيء اللي بغيت نقول لكم، ونتمنى ندوز واحد الليله ونقضيو لحظات جميله جدا. والسلام عليكم. شكرا للاستاذ رئيس المنتدى المغربي للابداع والتواصل. احيي عاليا شاعر كبير متميز رائع، كتابته واشعاره تصل الى القلب، الاستاذ الكبير معروف. نبدا امسيتنا كما بداناها قبل، نبداها بالفنان الكبير صاحب المقطوعات الرائعة همزات على الوتر. إنه يحاول بلغة خاصة يعيدنا إلى زمن جديد، وهو يستعد. يجب أن أحيي الأستاذ عبد العزيز الرياحي الجبهوي الكبير، ومن خلاله أحيي كل الموجودين معنا في هذه القاعة ونستمتع ونصغي لهذا الفنان الجميل الرائع الذي تصل نبراته أو ذره على العود إلى قلوبنا ووجداننا وتسكن أوتاره في قلوبنا جميعا، إلى الفنان الكبير محمد الأشرف. علاقتي بالشعر علاقة جدلية ترابط جدا بلقائي مع الشاعر الكبير حيث هو النجم وشعراء كبار وشعراء كذلك هامش الذين اهتموا بالسيد. والحمد لله الشعر والوتر دائما هناك تلاقي وهناك انسجام وهناك تزاوج، فالموسيقى بدون شعر هناك تكامل، لان يعني الشعر يحتاج الى الايقاع والنبره الموسيقيه، ونفس الشيء بالنسبه للموسيقى تحتاج الى كلام.
وهذه معزوفة استوحيتها من بعض الدواوين الشعرية وبالخصوص ديوان أبي القاسم الشاذلي صلوات في هيكل الحب وأسميتها حلم الشاعر. Thank you.